السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار المون اليوم 8/7/2021 في مصر، حديد، أسمنت، أسمنت أبيض، والجبس. خليكم معانا لما نشوف الخبر. اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويدعمنا باللايك ليصله كل جديد. سجل حديد المصريين 14500 جنيه للطن، حديد عز 14600 جنيه للطن، حديد العتال 14450 جنيه للطن، وحديد عطية 14300 جنيه للطن، حديد بشاي 14500 جنيه للطن، وحديد المراكبي 14300 جنيه للطن. أما حديد سرحان سجل 14300 جنيه للطن، بينما سجل حديد المعادي 14300 جنيه للطن. حديد مصر استيل يسجل 14300 جنيه للطن. أما الأسمنت المسلح سجل السعر أسمنت المسلح 900 جنيه للطن، أما متوسط سعر أسمنت أسوان 695 جنيه للطن، أسمنت المخصوص 780 جنيه للطن، أسمنت شوري 785 جنيه للطن، بلغ سعر أسمنت الصخرة 840 جنيه للطن، السويدي 905 جنيه للطن، وحلوان 855 جنيه للطن. أما أسمنت العسكري بني سويف 810 جنيه للطن، أسمنت العسكري 850 جنيه للطن، وأسمنت النصر 805 جنيه للطن، أسمنت السويس 870 جنيه للطن، أما أسمنت سيناء 785 جنيه للطن. الأسمنت الأبيض سجل سعر الأسمنت متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر أسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء نحو 2460 جنيه، ورويال العادة 2430 جنيه للطن. أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2425 جنيه للطن. أما الأسمنت المخلوط بلغ سعر أسمنت المخلوط 600 جنيه للطن، أسمنت آيا 1 690 جنيه للطن، وسجل أسمنت الواحة 710 جنيه للطن، وأسمنت السويدي 710 جنيه للطن، والنخيل 690 جنيه للطن. أما الأسمنت المقاوم للملوحة سجل 850 جنيه للطن، أسمنت قاهر البحار 885 جنيه للطن، أسمنت السويس سويتر 900 جنيه للطن، أسمنت السويدي المقاوم 910 جنيه للطن. أما الجبس استقر أسعار الجبس حيث سجل جبس العمرية 650 جنيه للطن، جبس الدولية 640 جنيه للطن، جبس المعمار 690 جنيه للطن، وجبس مصر سيناء 650 جنيه للطن، وجبس السويس 580 جنيه للطن. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.